أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشكر Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia tumemaliza Ramadhani hii ni kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile kwanza Mwenyezi Mungu anasema tuwashukuru watu. Ikiwa hatukuwashukuru watu basi yeye hatutaweza kumshukuru. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana ndugu zetu kutoka Omani ambaye ni Nasiri na wenzake. Wametuwezesha alhamdulillah, wametujalia ng'ombe wawili. Leo hii tunafuraha kina mama wanashukuru sana kwa kitendo ambacho umetufanyia watu wa Omani. Insha Allah Mwenyezi Mungu akulipeni zaidi ya hivi mnavyovitoa. Mwenyezi Mungu akuondolieni husda. Mwenyezi Mungu akuzidishieni riziki katika vile ambavyo mnavitoa. Mwenyezi Mungu akupeni umri mrefu ili basi na siku nyingine muweze kutukumbuka, kwani sisi tunawategemea sana watu kama nyinyi. Basi Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Sasa kina mama wanatoa shukurani nyingi sana, maana kina mama wanapenda sana mkitufanyia vitu kama hivi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akufanyie ni upesi, mzidi kutukumbuka sana watu wa Omani, tunawapenda sana sana sana. Kwa hivyo kina mama tunakuombeni tuwasomeeni Suratul Asr moja na ila fi Quraishi moja na Alam Nashrah moja, basi Mwenyezi Mungu awapeni kila laheri, awaondole kila udhia. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ربنا يسر أمورنا. اللهم يا ربنا يسر أمورنا. اللهم يا ربنا يسر أمورنا في قلوبنا في قلوبنا في قلوبنا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا وإن كان بعيده فقربه وإن كان في السماء يا رب فأنزله وإن كان في الأرض يا رب فأخرجه وإن كان بعيد يا رب فقربه يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا انصرنا فإنك خير الناصرين. يا ربنا افتح لنا فإنك خير الفاتحين. يا ربنا واغفر لنا فإنك خير الغافرين. يا ربنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. يا ربنا وارزقنا فإنك خير الرازقين. وحدنا ونجنا من القوم الظالمين. وحدنا ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهم وعلمنا بما لم نعلم وفهمنا بما لم نفهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.